قصة التائب قاتل البئر. قال صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فآتاه، فقال أنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها إناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق آتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خير قط. فآتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر، فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقاربي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذا أقرب بشبر، فغفر له. ويؤخذ من هذا الحديث أن العابد بغير علم يضر نفسه وغيره. 2، فيه قبول توبة القاتل عمدا، وهو مذهب جمهور العلماء، فهو وإن كان شرعا لمن قبلنا فقد كرره شرعنا. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون، إلى قوله: إلا من تاب. أما قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها، فمعناه أن جهنم جزاءه، وقد يجازى بها وقد يجازى بغيرها وقد يعفى عنه. 3، وفيه مقاطعة إخوان السوء ما داموا على حالهم، ومخالطة أهل الخير ومن ينتفع بصحبته. 4، وفيه تحكيم الخصمين عند الخلاف من يفصل بينهما. 5، وفيه أن الذنوب وإن عظمت فعفو الله أعظم، وإن صدقت توبته حقت رحمته.